40 ما اشتغلت، 60 تلفت، إلى أن ضربوها بصعقة تتناسب نفرض 50 فولت، بدت الحياة بيه. جابوا لها بيضة، لغوا 23 كروموسوم مال بيضة المرأة، حطوا هذا الحيمن المخلق، هذا الحيمن المخلق من السنتك ماب، انتبه لي زين انتبه، حطوا مع هذه البيضة، فلاحظوا أن هناك جنين متحكم في صفاته يشبه صاحب هذه الذرة. إذا كان قبل 1500 سنة يطلع يشبهه، إذا كان قبل 4000 سنة وكان فرعون يطلع يشبهه. شلون؟ هذا الحكي صار ثقيل. ولذلك الله عز وجل لما ينجي فرعون ببدنه أكو غاية، ولذلك لما تحفظ أجساد حتى أصحاب الحسين أكو غاية. هسه أقول لك شنو الغاية، منتبه لي زين، مو قاعد أقول أجساد آل محمد، احنا ندري في الروايات 5 أجساد محفوظة، السخي لأمه وأبيه جسده محفوظ مو المعصوم، ذاك اللي فتح إعصابة الإمام الحسين على إيد الحر سال الدم وما انقطع إلا أن يرجع العصابة، مو هي العصابة، الحسين سواها شركتين قسمها بالنص، نص شد بيها حواجب مولاي صاحب الجنون مع الإمام الحسين عابس، نص من العصابة، أو نص شد على إيد الحر وذنب بحدين رادين المجلسين. هسه خلوهن إشارة أبلغ من التصريح، إلهن وقت آخر في زمن آخر، لكن بعبارة هذا السنتكمار، يعني هذه الذرة الموجودة، يعني إذا جبنا ذرة من واحد من قتلة الحسين من تراب وقف عليه قتلة الحسين متحجر، أخذنا السنتكمار وإجينا عاملنا بهاي القضية، يعني نقدر نطلع واحد شبيه دخيل علي. سموا العلماء هذا الموضوع، قالوا هذا السنتكمار شيء أصغر من الذرة، أصغر من 5 مايكرون، سموه عجيب الذن، يعني عجيب بخلقته وله ذنب مثل الحيمن، بس تحطه بالسايتوبلازما والصعقة بالكهرباء يبدأ بالحركة والحيوية، سموه عجيب، ترجمة ترجمة ما سنتك ما بالخريطة الوراثية، سموه عجيب الذن. اسمع بحق العباس عليك، قبل 1400 سنة النبي قاعد من بصفه علي، من فدوى لعلي وللنبي، هم يسولفون كيفهم، هو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بس الخليقة اللي داير ما دايرهم ملأه قلبه قيحة. هو علي بن أبي طالب أول البارحة، من تاريخ أول البارحة، يعني من تاريخ قبل ليلة الجرح، يقول محمد بن الحنفية يقول والله صف ركبتيه وبكى، بكى علي بن أبي طالب على نهر الكوفة، قال ها هنا علم جم يا رب لم أجد من يأخذه سأرجعه إليك. يعني تعرف هاي الحكاية ايش قد ثقيلة، يعني بضاعة جايبها من الله يريد يعطيها للناس ببلاش، الناس ما رادتها، مشكلة هاي الحكاية، مشكلة، صدق عالم بين الجهال. اسمعها للآخر، النبي قاعد وعلي قاعد وأبو ذر وسلمان وهاي الخوش أوادم قاعدين، النبي قال كل ابن آدم يا علي، كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب. سمعت العبارة شنية؟ سمعتها؟ بداعت علي بن أبي طالب، ما كسبر جلدك؟ ما قشعر بدنك؟ الإمام شو يقول؟ يقول من قشعر بدنه أو انتثر دمعه أو وجل قلبه فدونك دونك إمامك أمامك. ترى من يكسبر جلدك مو القضية خارجية، القضية وجدانية وتصوره موجب إلى تصديقه. يا علي عينه، يا علي كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب. هسه تقول تشابه أسماء ما يخالف، اسمع التفصيل، إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. باه 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 باه، سمعتها؟ منه خلق وفيه يركب، يعني ابن آدم خوف خابص روحك يقول له ترى فالجزء من عندك نفس اللي عودة الله يوم القيامة ذاك اليوم اللي فيه يصعقون. عجيب،
يعني موسى من طلب ملاقات ربه حتى يرى ربه وقال له بالتأبيد لن مولا لن تراني، وقال له باوع للجبل. وهذا القرآن المشكلة لو سيرت به الجبال، من اللي برز لموسى؟ الله وحق لا إله إلا الله له، لأن قال له لن تراني. قال برز له فيض من وجه علي. زين، خر صاعقة وأفاق. والله مشكلة، والله مشكلة. هذا الطاقة اللا متناهية بالوجود، علي بن أبي طالب، هاي الطاقة التشغيلية مو اللي فعلا حير الألباب. وقلنا شنو اللب؟ مجموع العقل والقلب، براين ذهب. مشكلة يعني، هذا الوجود المقدس بكل كيانه. مرات نريد نختصر على أنفسنا طريق، نقول علي بن أبي طالب سأل عقيل: يا عقيل اختر لي امرأة من بطون العرب من خير الرجال. وعلي بن أبي طالب ما يعرف بالزليم ويدلي عقيل. والعباس عيب، هاي الرادلها شقة صاية، هي بس هاي الحسين رادلها. هي أصلا من عقيل طلب شيء من استحقاقه: زودني درهم وأحمى له حديدة. اسمه هذا، ليش أقول لك نظام فتح باب ورا باب؟ أحمى حديدة، شوى قاسم، شوى عقيل. راد يضرب المثال العملي، مو عقيل ما يعرف ولا علي بن أبي طالب ما يعرف. ولذلك إيش قال له؟ قال له: يا عقيل أتأن من حديدة أحماها عبده للعبه، يعني لعبة اتفاق بيناتنا، بس خلي يفتهم الخليقة شنو الموضوع. ولا تخاف على أخيك من نار سجرها جباره لغضبه. عمي هذا الحكي إنه مو إلهم، والله أرجوكم تفهموني. يعني موضوع المنبر خلي يصير موضوع قدسي، يعني خلي أبين لك شلون موضوع قدسي. أعطيك مثال الآن، لو واحد يباوع للشمس، انتبهوا لي جيدا، مثال هسه جاي خطر ببالي. واحد يباوع للشمس يباوع، يحصل فيتامين دي، يباوع بالفيديو، قصدي فيديو مو حقيقة الشمس، فتشريط فيديو يباوع علما إلى تصوير شمس، يصير فيتامين دي؟ ما يصير. إذا يتعرض للشمس مباشرة يصير فيتامين. مولاي الخطيب يشوفها بالتلفزيون تستفاد فائدة علمية، بدعت الحسين يسمعوني، الخطيب يشوفها بالتلفزيون تستفاد فائدة علمية ويحصل بعض المثول، بس مولانا من تقعد تحت المنبر مباشرة الفائدة غير. وضحت؟ أفكك معود الإمام الباقر كان هم هاي شوية شيء بالشيء يذكر. قف واحد عنده مسائلة عنها قانونية، شلون يطب الرادود والخطيب يقطع خطابته؟ هو أول مرة الخطيب أفضل لو الإمام الباقر أفضل. يلا خلنا طقها بالدهن على السريع، يلا الله يبارك فيكم. الباقر ها، فما بيها نقاش. كان الباقر إذا دخل عليه رادود وهو الكميت، وهذه الرواية موجودة اللي يحب يتصفحها في كتاب منتهى الآمال للشيخ عباس القمي في الجزء الثاني. وكان عند الإمام الباقر جابر بن يزيد النخعي، خوش جابر بن يزيد النخعي من علماء ذاك الزمان. وإجا الإمام سلام عليكم سيدي، قال عليكم السلام. قال مولاي أريد لي درهم، قال شو سوي؟ قال مولاي زوجتي بلغها المخاض، مرتي راح تجيب ومضايق والقابلة المذنة تريد درهم. الإمام قال له: والله ليس عندنا درهم. خزينة هل أثناء يقول استحيت أطلع، بس يقول الإمام جاي بس على الدرهم، عاد خلنا نستفاد لموعظة. طب الكميت وكان شاعرا رادودا، يعني يجمع الصنفين. طب أول ما طب الإمام ترك محله وأجلسه مكانه. هسا أنا زين بعدني مخالف جزء من وصية الإمام الباقر، المفروض أنا أنزل ويصعد جناب الملا الله يحفظه حتى يقول سلام عليكم، بركات وجوده أفضل من كلامنا. زين، فذاك هم ماسكك سكت كميت، قال له: مولاي من رخصتك عندي 6 أبيات أقدر أقراهن؟ قال: تفضل. فبدأ يقرأ الإمام رأسا قال: إلي بدرة بيضاء، الدرة جلد غزال بها 10,000 درهم، الدرهم يشغل 6 عمال. دخيل العباس ملتفت، هذا أبو درهم العالم الفقيه آية الله العظمى بعده قاعد. خوزينة هاي آية الله العظمى، هذا جابر بن يزيد النقعي بعده قاعد، وقال له: أريد درهم وزوجتي بلغها المخاض. وقال له: والله ليس عندنا درهم. شمال أحلف له بالله،
قال له والله ليس عندنا. والإمام الباقر اللي يحلف قال جيبوا لي درة ومع 10,000 درهم انطوها للرادود الشاعر دخيل الحسين. قال سيدي بعد عندي 6 أبيات على العباس من رخصتك. قال تفضل. بدأ يقرأ قال إلي بدرة ثانية 10,000 درهم دخيل الحسين. قال سيدي ولو أخذ من وقتكم. خاف واحد يقول ضيعت من وقت البحث دقيقتين، دخل يضيع البحث كله ما دام سلامة الرواديد. اسمع شو يقول. قال مولاي أخذت من وقتكم. قال له الوقت كله لكم. الوقت للرادود عم، الوقت للشاعر. زين أنت سمعت أكو سورة اسمها سورة الخطباء بينما أكو سورة اسمها سورة الشعراء. اللي أرد وصل إلى الغاية. بعد وين وصل؟ قال سيدي عندي 4 أبيات لزينب. قال له انشد. ما إن نعى الناعي ب4 أبيات. قال له اسكت فقد كنت مع عمتي زينب إلي بدرة ثالثة. صار 27,000 دولار بقيمة اليوم 3 دفاتر. المن انطاهن للرادود؟ هذا العالم الفقيه آية الله جابر بن يزيد النخعي. يقول بعدني قاعد. قلت له سيدي قبل ساعة سألتك على درهم لزوجتي بلغها المخاض. يقول هذا همك ماله الرادود الظاهر مستغني. قال سيدي اعفني من المال بحق الزهراء جئت بس للدعاء. يقول طلع رفع ايده الامام الباقر اللهم احفظ الكميت واجعله في درجاتنا ومن عمل عمله. اسمع دعاء الباقر للرواديد والشعراء. اسمع زين هذا ينبث بالله حجله ما ينبث بحق الحسين ينبث حتى تعرف العالم قيمة الرواديد والشعراء. اللهم اجعل اسمع الكلام الكميت معنا في درجة قول طلع هذا هذا الشمالة ما راد الفلوس ذن 30,000 ما راد 10,000 10,000 10,000 ما راد. يقول الإمام قدامي وين شفاهن ببيت المال فتح الدرة وشفاهن. قلت له سيدي قبل ساعة قلت لك على درهم قلت والله ليس عندنا درهم. قال افتح الباب. يقول فتحنا الباب مال بيت المال ولا درهم منهم. قلت له سيدي هسه مو شفتهن دراهم. قال اسمع يا جابر ليس المال مالنا إنما هو مال ادخره الله لناع الحسين له رقبة كرقبة البعير خزنه الله في تخوم الأرض. فلسلامة كل الرواديد على وجه الأرض لسلامة كل ناعي على وجه الأرض حبا وولاء فيهم أعلى الصلاة على محمد وعلى محمد. هم زينة صارت لكم استراحة شوية رواية فاصل ونواصل لأنه كنتوا بالسنتك ما أشوفكم ودكم نرجع على محل الشاهد. أسمعني زين أسمعني زين بحق لا إله إلا الله. الآن وصل علي بن أبي طالب والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول يا علي كل ابن آدم. كل شنو يعني؟ العلماء موجودين يسألوهم شنو كل؟ كلية مضطردة يعني ما فيها سالبة جزئية تخرم الموجبة الكلية كما يقول العلماء. اسمع زين كل ابن آدم كل شلون برز الإيمان كله؟ كل ابن آدم يأكله التراب. زين سؤال أبو تراب هم يأكله التراب؟ قوش سؤال كدش ها مستعيل ما يأكل التراب. سمعتها؟ كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب سمتك ما فمنه خلق وفيه يركب. هذا الحكي راح يطينا شنو معنى كل شيء أحصيناه في إمام مبين. خل أبين لك أكو جدول اسمه جدول مندلي في الذري. واحد عالم روسي بسنة 71 ميلادي راح شرد الألمانية ومن هناك البريطانية وسوى جدول سموه جدول مندلي في الذري. هذا يقول إذا جبت أي جزيئة إلى جزيئة لغيت علاقة الإلكترون ضغطتهم سوا حيل حيل ضغط قوي بحيث ما يبقى مسامات لا أثيرية ولا غيرها. إذا ضغطت النواة على النواة تحصل من كل 114 طن على حجم 1 سنتيمتر مكعب. أعيدها البارحة وين وصلنا بسورة الحديد؟
مو يراد لها بصر شوية هم بي حديد، لذلك البصر اللي بي حديد يراد لك كشف غطاء، فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم. تتذكرون يوم اللي قلت لكم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وبينت لكم تفاسير العامة في موضوع الحجارة، منو طلع الحجارة؟ مو قلنا ذولا بعض قادة أهل الضلالة، قل كونوا حجارة أو حديد حديدا. هسه افتهمت ليش أكو حديد لطيف وأكو حديد مخيف. بارحة البارحة كان محل الشاهد البعد صح؟ يعني موضوع واصل البارحة، موضوع هذه الجزئية للمولى أمير المؤمنين يريد يحددها بهاي القضية. يريد يقول مرة الإنسان مثل موسى يطلب مقام هو ما استطاع صبرا مع الخضر، صح؟ موسى كليم الله، موسى كليم الله عليه أفضل الصلاة والسلام وعلينا نبينا أفضل الصلاة والسلام. موسى قدر يصبر مع الخضر فما صبر. الخضر تلميذ علي، هو التلميذ ما صبر. هي نفس السالفة، يقولون موسى عبر ب600,000 رواية عن الإمام الصادق، فوصل بعد سلسلة امتحانات نهر وصحراء وعجل وابتلاءات، صفوا 6 من 600,000، ايش قد صفوا؟ 6 نفرات. فقال ربي ذولا اللي طلعت بهم تو بعد قاعد يمدح بذولا 6، سمع 2 منهم يحشون عليه. هاي شلون بلوى؟ 600,000 ورحلة جهاد ومؤمنين وأمنهم عند هارون، طلعوا 2 من ذولا 6 بعد كل الاختبارات يحشون على موسى. دخيل العب أسمه مو واحد نقل حتى مثلا يقول بلكة أكذبة، مو الإمام شو يقول؟ يقول كذب سمعك وبصرك وصدق أخاك. بس مرة واحد يريد فتنة بين الأخوة، بالله كذب سمعك وبصرك وصدق أخاك، ماكو مشكلة. لا، مو أكو مشكلة أكبر منها، هو سمعهم بإذنه، انتهى الموضوع. صعد لرب العالمين للجبل يكلمه بعد كليم، بس كليم بواسطة. يعني شنو كليم بواسطة؟ لأن قال كلم موسى تكليمه مو كلامه، لو كلامه شا صار بلا واسطة. أكو واحد بلا واسطة بنا احتجب الله عن خلقه، ذاك علي بن أبي طالب. اسمعني، مو لازم تعرف مصدر الفعل، لازم تعرف وين منشأ الآية. صعد قال ربي 600,000 جاهدت بيهم جهاد، عبرت بيهم البحر من وراء العجل، من وراء التيه، من وراء النهر، من وراء طالوت، من وراء البلاءات كلها، 2 من ذول 6 يحشون علي؟ قال موسى، هذا الله عز وجل يحاكي، أتريد أن أختصك بما لم أختصه لنفسي؟ ولك أنا ربهم يحجون علي. ماكو ناس تحجي على الله؟ لا بدعت لا إله إلا هو أكون وماكو هو يا عم. أكو يحجون بلسان الحال وأكو يحجون بلسان المقال. اللي يحجي بلسان الحال اللي يقول الله شمطيني مرات، مو الله مطيك ولاية علي بن أبي طالب أكبر نعمة، مو اللي يحجي بلسان الحال مرات بالابتلاء يقول شو مسوي عند الله حتى يصير عم شنو مسوي؟ كان حسين مسوي؟ اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. مو الموضوع هذا شائك بالعقيدة، شنو شو مسوي شنو ما مسوي؟ القضية لو ان العبد المؤمن على رأس جبل هربا من البلاء لبعثت اليه من يؤذيه فأثيبه. لو شارد على رأس جبل بوحدك هم يجيك، هو اذا نحن امام اطروحة النبي حينما يحدثنا عن أصغر حقيقة وأدق حقيقة علمية لعلماء الجيولوجيا اللي سميناها بالسنتك ماب، أخطر حقيقة علمية وهي حقيقة الصعق. الآن السؤال، طبيب ما يعرف يتوضأ مو في هذه الجامعات المعروفة اللي أشرت إلها أو في هذه التقارير العلمية اللي أشرت إلها، يقدر يطينا من السنتك ماب شبيه لواحد قبل 1400 سنة ومن أقول لك هاي الحقيقة تنطبق على علي بن أبي طالب ما تقبلها؟ فما لكم كيف تحكمون؟ يعني الذي يستخرج نسخة الأصل، نستنسخ ما كانوا يعملون، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات، من للعاقل؟ شوف مرة الله عز وجل بآية الكرسي يستخدم لكل الخليقة ما لغير العاقل، لأن قياسا بذاته لا يوجد عاقل مو؟ ومرة الله عز وجل يستخدم لكل المخلوقات حتى الجمادات
ولكن لا تفقهون تسبيحه. وهي مشكلة. ليش أقول لك باب يفتح ألف باب ومن كل باب ألف باب؟ هذا مورد الشاهد ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. الآن علي بن أبي طالب الأعلم بخرائط الخليقة، أعلم، هو الأعلم، أنا أعلم بطرق السماء من طرق الأرض، طرق السماء لها تأثير على طرق الأرض. خل أبين لك المطلب. الآن المزاجات، كل مزاجات الخليقة، كل مزاجات الناس متكونة مين؟ يعني البشر مين يتكون؟ ماء وتراب وهواء ونار. هذا الحديث للباطر، اسمعه. البشر هذا الإنسان مين متكون عمي؟ تراب وماء وهواء ونار. ذني خلقا مزاجه، أربعة على ثلاث احتمالات يسوى له 12 برج. أكو مجموعة نجوم على شكلهن الظاهر سمونهن أسماء، دلو، سرطان، عقرب، على شكل تجمع هذه النجوم. هذه النجوم في كل يوم 21 ميلادي تؤثر على الأرض والقمر، تسحب منه قيمة هواء، تسحب منه قيمة نار، تسحب منه قيمة تراب، تسحب. هسا علي من النبي شاف له واحد عصبي وده يشقق هدومه، ماخذين فلوسه وصاير عصبي. النبي قال عليك كذا كذا، قم فتوضأ. قال يا رسول الله راح عن فلوسي. قال قم توضأ. قال يا رسول الله راح اتوضأ. قام اتوضأ هدى. النبي قال له اعلم ان الغضب من الشيطان، اسمع الدليل العلمي، اعلم ان الغضب من الشيطان والشيطان من النار، والنار تطفأ بالماء، فاذا غضب احدكم فليتوضأ. قال اي والله يا رسول الله صدق، تعادل المزاج النفسي بالوضوء. مولانا هو الوضوء بس يعادل المزاج النفسي؟ تخلى بي لك المطلب. الوضوء على قول علي بن أبي طالب صاحب المناسبة صلوات الله وسلامه عليه، علي بن أبي طالب يقول من مات على وضوئه مات شهيدا. يعني واحد متوضئ دعم بسيارة يتحاسب؟ قال لا ذنب بينه وبين الله. من مات على وضوئه مات مغفورا له. من مات على وضوئه مات مع محمد وآل محمد. شرفك أصغر جزئية بماء تعدل مزاج وتأتي بحسن عاقبة، تريد المواضيع البقية ما لها علاقة؟ شنو تصير؟ إذا نرجع إلى موضوع أم البنين. أم البنين نص الرواية أن والد أم البنين حزام بن خالد يقول تركت زوجتي وأنا رحت في سفرة عمل، قلت لها إذا إجا مولود التسمية إليك أنت سمي، يعني تدري العرب في ثقافتهم يحبون الولد أكثر من البنت، فأنا أريد أنت تسمينه. خب هذه المرأة أيضا هي بتعمه مو غريبة عليه، تقول أنا شفت في عالم الرؤيا أن وقع في حجري يعني أشبه بجوهرة، فسألت ما هذه؟ قالوا اسمها فاطمة وكنيتها أم البنين، وانتهى الموضوع على هذا الحال. إجا هو من السفر قالها أسميت المولودة فاطمة؟ قالت أنتش مدرك المولودة فاطمة. قالها أنا شفت في رؤية، هذا اللي يسحون له بعلم الاجتماع يسحون له التوتم، توارد الرؤية عند فردين على بعد مكانهما، هذا هم إلى تسمية وإلى باب وإلى كهرباء خاصة، بس خل أوصل إليه. قالها أنا ذريت لأن أنا شفت رؤية، هذه البنت وقعت جوهرة في حجرك وحجري، وجاء النبي الأكرم ومن رأنا فقد رأنا أن لا تمثل فينا شيطان، وقال أتبيعها لعلي؟ يقول قلت له يصير غرر البيع، ما عرف ثمنها. قال لا احنا ما نغدرك، احنا ناس منصفين انا وعلي، ثمنها وما يخرج منها اقمار اربعة عند علي، وعلي لا يبخس الحق، علي هو الميزان. يقول فقلت بعت، فقال قل زوجت. عمي توها مولودة، توها مولودة، الحجز مسبق. بعد الى علاقة عقيل ابن ابي طالب اختر لي من بطون العرب؟ ليش أقول لك الحج مرات يعني تقنيعات العبارة ملطيفة. يطلع علي ابن أبي طالب إلى عمرو بن ود والدنيا مغلوبة، والنبي يقول يلا اللي يطلع هو اللي فايز بالدنيا والآخرة، وذاك يصيح أين جنتكم التي تزعمون، لقد بححت بصوتي، وينها زلمكم الخشنة، الزلم متلابدة. يطلع علي وتجيك الرواية تقول لك يعني مثلا والله كان علي ابن أبي طالب أول ما بصق بوجهه ترك ربع ساعة حتى يقتل غضبة لله مو غضبة لنفسه. بالعباس الفاضل شلب شهو طالع على مود أبوي، شغير هو طالع كل الله، هو كل الله علي ابن أبي طالب، شنو بصق بوجهه شنو يترك ربع ساعة.
قول أحياء علي إن الله يحب الحي الحليم. قول حياء علي يريد يمهله بإقامة الحجة البالغة ولله الحجة البالغة مثل ذاك اللي نجى بعورته. اعطيني اصطلاح يتناسب مع حجم علي بن أبي طالب. لا تسوي لي علي بن أبي طالب فالشخص كلش بسيط وصار عصبي على مود نفسه وش الحمد لله استدرك رجع لعقله. شنو حجام؟ من يقبل هذا الحج؟ من يتقبل علي بن أبي طالب له معزل عن الخالق عز وجل طرفة عين؟ علي بن أبي طالب الذي يقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، خلاف ما يقول إبراهيم الخليل على مستوى عصمته العظمى فيقول أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. علي الذي يتساوى عنده درجة الإيمان القلبي والعصمة العقلية ولا يتساوى في فرد غير محمد. علي الذي لا يعرفه إلا الله ونفسه محمد. من يقول هذا الحكي؟ من يقول هذا الحكي؟ حتى يقولوا لي عافية، حتى يقول لي والله أنت موضوعي يعني أنت عاقل زين، طلعت علي بن أبي طالب بشر عادي. لا، علي بن أبي طالب مو بشر عادي. من يقول علي بن أبي طالب بشر عادي؟ شلون بشر عادي ويتحدث لنا عن السنتكماب اللي يسبق 1400 سنة بأطروحة العلم ويذهل الوجود كله؟ هذا بشر عادي؟ مولانا صاحب نظرية علمية باطلة مثل داروين القيامة تقوم وتقعد لأجله مو؟ علي بن أبي طالب يتنازل عن جملة نظريات العلمية فقط لحيائه، لأن سولف هالكميل سماه دعاء كميل. أنت شايف هيك كرم؟ هسه لو قصيدة يكتبها الشاعر وأجي أنا أقول مادتي صح؟ ما قوم القيامة عند الشعراء يسمونه حق الادعاء العلني، حتى الصورة الشعرية يقول باقها العباس عليك ما يقولونها؟ يقولونها. يقول لعمي الجزئية أنا تسولفنا بالبراني وحكيت هاي مال يعني مثلا الجزئية كذا وذاك شو سواها قصيدة كاملة والله مالتي، ويطلع ذاك يصيح والله مالتي مو؟ ولو أكو فد قانون يحفظ الشعر والشعراء يمكن تصير بها دعوة مو؟ بس عند الله مرضع طبعا أكيد. لكن أنا قاعد أقول لك علي بن أبي طالب يعطي أطروحته لكميل ويسمي الدعاء باسم كميل، مثل ما يعطي زين العابدين دعاء لأبو حمزة الثمالي لأبي حمزة الثمالي شقله دعاء أبو حمزة الثمالي، لم داود دعاء أم داود. يا أبا مالاتكم، قال له احنا كل شيء ما نريد، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا ولا فسادة. أم البنين نفس السلوك، شو اسمك؟ اسمي فاطمة. لكن يا علي أقسم عليك بلا إله إلا الله لا تسميني فاطمة، خوفي انكسر قلب الحسن والحسين. عجيب. زين نسميك أم البنين، إذا راحوا البنين لا صيحوا لأم البنين، أخاف على قلب زينب، لا تدعوني ويك أم البن. شنو هاي؟ أكو شي تنازل؟ واحد اسمه اسم المعرف إليه يتنازل عنه؟ هسا عرفت ليش الإمام الباقر يقول عنها لها من الكرامات الباهرات والدلائل الواضحات حتى جعلها الله بابا للحوائج. خل أعطيك مفردة البحث وائي ركض سريع ها؟ تعبتوا؟ يلا صلوا على محمد وآل محمد 3 صلوات بأعلى الأصوات. هو حتى هاي شرب الماء، شرب الماء في الليل من جلوس وفي النهار من وقوف، وشربه في الليل على رواية الإمام الصادق 3 جرعات. عود ليش؟ وين العلم راح شرق وغرب؟ يا الله درى أكو عصب بالمعدة يعطي إعاز التوقف المفاجئ لجلطة دماغية إذا وقع الماء من وقوف، يعني إذا شربت الماء وانت واقف 3/4 الجلطة اللي ما يدرون بها الناس شنو الجلطة الدماغية؟ عصب داخل المعدة يريد الماء بإنذار، الجرس الأول، الجرس الثاني، الجرس الثالث، هاي الشربة ب3 شربات. هسا الإمام إلى مصلحة حاطها بجيبه يغير نفع للخليقة؟ لا، إلا تعطي التقرير الطبي مختوم من ويسبر الأمريكية يلا يصدق. هسا مثل مرات تشوف بعض قنوات فضائية الله يحفظهم جميعا يطلع لك مثلا قال غاندي، قال مارك أو كارل روجر أو فلان، قال في الحسين، على أساس الحسين باقي ما مزكى لما يجي واحد ما يعرف وضوءه الله يزكيه. شايفينها هاي؟ شاول حسين عاجزة، واحد يقول له قال فيه ملك الوجود الله وكيلك، هاي التقنيعات أو يريد نقشمر ذول المقاريد البعيدين. هو الحسين محتاج واحد بربك انت هذا حاجة منطقي يعني؟ شنو قال ومنو هذا حتى قال قدام الحسين؟ الله قال في الحسين، خالق الوجود قال في الحسين مو؟ انطيني مفردة
تنهض بعقيدتك من أصل صلب موضوعك. الصعق ومفهومه، المجتمع محتاج إلى صعقة اجتماعية حتى يفهم شنو معنى آل محمد. مولانا الشباب ما تدري، وحقك الشباب ما تدري، لعبة كرة قدم تهزة وإحنا متانينا من شهر رمضان بلكت، اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب. يمتى يصير ليلة القدر حتى تقدر تطرح موضوع حتى الشاب يتعلق بالمنبر؟ صح؟ قلت لكم إياها بالبداية، المنبر كالشمس، تنظر إليه تحصل فائدة، ولكن تحضر تحته تحصل فوائد. صح؟ الشمس تباوع لها بالفيديو تعطيك فكرة، لكن توقف قدام الشمس مباشرة تعطيك أجمل فيتامين لا يعطيه غير الشمس. الغدة الصنوبرية المسؤولة عن كل أمراض السرطان، الميلاثونين مسؤولة بظهور الشمس وغياب الشمس، كل الأمراض تعالج من خلال ثواني تحت الشمس. إذن نحن نحتاج إلى المنبر. الخطيب المثلي ما يقرأ ويكتب مسكين يا دوب متعلمنا ربع حكاية، هذا يصعد على منبر الخشب، ولكن الناس تسمع. الناس التي تسمع، وقلت لك البارحة لو توقف هدانا على حجر لأنطق الله لك ذاك حجر، شي يصير؟ شبيهم الناس اللي تسمع. وشيعتك على منابر من نور. الخطيب يبقى على منبر الخشب مثل جابر بن يزيد النخعي، درهم ما يستحق، بس أنت اللي تستحق نظرة الله عز وجل. وبشر عباد الذين يستمعون القول، أنت أبو البشرة مو أنا. لذلك هذا المجلس الذي عقدته أم البنين، يعني تساؤل هو أصل منشأ هذا المجلس، أحد الأخوة من خدام الموكب المقدس والمعظم سأل هالسؤال هذا. شنو السؤال؟ أم البنين إجت ويا علي بن أبي طالب أيام حكمه؟ اي اجت. شو ما إلها صوت يذكر؟ لاحظ لو ما طلع. اجت لهنا؟ قعدت بالكوفة؟ اي قعدت بالكوفة. رجعت؟ اي رجعت. بعد استشهاد امير المؤمنين امرها الحسن بان ترجع. عجيب. وهي تحت امر الحسن والحسين مفاجئة. تدرون هي اصغر من الحسن والحسين بسنة؟ يعني اصغر من الحسين بسنة؟ تدرون لو ما تدرون؟ ام البنين بالعمر. ولذلك عاشت عمر أكثر، خلينا نقول من 30 سنة، لأن عمر العباس في الطف ما بين 34 إلى 36. أم البنين إخواني إلى يوم الطف تتمنى تقل للحسين يمه، أبد ما قدرت تنطقها. مو أخوه من أبوه العباس يقول يجيب الطعام، عمره 5 سنوات على رواية، يقول يرتجف كالسعفة في مهب الريح، يقول أبو فاضل أذني هواية إدامين أكل وياي، يقول له عذرا سيدي، يعصر بديه، عذرا سيدي أمي أدبتني ألا أجرؤ أن أكل مع سيدي. قال شن قصة أبو فاضل؟ شن قصة؟ كلانا من ولدي علي، أنت أبوك علي وأنا أبوي علي، إحنا خيو أخوي. قال لا سيدي، أمي تقول أنت ابن السيدة العظيمة الزهراء وأنا ابن الخادمة. أعتذر سيدي أنا ما أقدر، يعني صعبة أقعد وياك. هو مو أم البنين ما جرأة تقول لي أمه، هي علمت أولادها، هي علمت أولادها ذولا أسياد وأنتم خدم. وين هذا اللي يعتقد بأم البنين أنها باب عادي؟ شون باب عادي؟ شون باب عادي والمعصوم يعبر عنها أشهد أنك قد أحسنت الكفالة؟ شو تتعال يمي؟ تعال وين هذا اللي يحكي بكيفه؟ وين هذا؟ وين يصير؟ خلي سولف وياه. أقل النبي يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين، اليتيم العادي يساوي مقام النبوة بإشارة النبي. زين إذا اليتيم الحسن والحسين، يلا جاوب، نعطيني وحدة قياس إذا أنت اليوم تريد تواسي أم البنين، صح؟ جاوبوني. اليتيم العادي أنا وكاف اليتيم كهاتين. زين هاي اللي من أول ليلة، ليلة الزفافة قالت لا يا علي، أول وآخر طلب أرفضه. قال شنو؟ قالت لا أعتلي هذه الدابة حتى تأتي بالحسن والحسين وقدامهم تقول لي قومي يا خادمة، خوف أطب للبيت وحسبالهم زوجة. قال أم البنين أنت زوجة؟ قالت لا، أنا أعرف قدري وأنا جاية لغرض إلهي، وأم شايفة بي رؤية من لحظة المولد، وأنا جاية أنجب الشجعان ينصرون سيد الحسين، وأنا عبد عند الحسين، خادمة مملوكة أنا. يا با أنت زوجة؟ قالت لا، ودعتك علي، روح صيح الحسن والحسين قدامهم قل لي يا خادمة أنا أقبل إيديهم ورجليهم، يلا صعد. ها طلع الحشم سنة، طلع الحج وراه هواي ثوابت. مولانا ما ادش يعني احس مهجتي صارت تلهب بعد، ما اقدر حتى بالبحث ما اقدر.
مولانا الذي ينظر في صعق الامر. وقلت لك يرادلنا هواي صواعق، وحقك يرادلنا صواعق تنبهنا من نوم الغفله. الناس نيام حتى اذا ما تنتبهوا. هذا الباب العظيم الذي يستحي منه الحسين يقول يوم اللي طلعنا من المدينه اول مره بحياتها صاحت امه. الحسين رجع لواء عنان الفرس، قال صار سنين منتظرها منك هاي. قالت له سيدي والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عذرا سيدي ترى فلتت لسان. قلت لك يما حق التربيه. قلت لك يما. قال لا انت ام ونعم الام، انت ام البليد. انا شفت عطفك وحنانك من لحظه وجودك في بيتنا. الله يا ام البنين ما ادري شلون حقيقه يعني دمعي سابقني اريد اوصل بالغايه. ام البنين صاحت امها، وابو علي وعدها وزينب وعدتها، قالت لها انا اذا وصلت الطف انقل لك شنو يصير ويا العباس. قالتها فدوه زينب فخر المخدرات عينش على ابو فاضل. انا وصيت وصيه وقلت له حليبي عليك ان ينصر الحسين وان يفدي اخوته. فعلا صار الموقف ورجع زينب بيدها شفيتين. شوية مؤلم الكلام، سامحوني أدري بيكم تعشقون أم البنين وتحبون أم البنين. رجع زينب بيدها شفيتين، شفية ملطخة بدم تشف الأيمن. صعبة ها، صعبة هسه واحد يجيب لك وصلة بيها دم أخوك ميت. صعبة والله صعبة. شفية ثانية بيها دم تشف الأيسر. لزمتهن قبل لا تبوسهن أم البنين قالت أخبريني ماذا صنع العباس. دعت العباس لم صوت من الجمع الأكبر، والله لم صوت من هال. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا